السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. فيديو جديد النهاردة، عمل لكم جولة في سكن الطلبة وإيه مميزات سكن الطلبة وليه أنا بفضل سكن الطلبة للناس اللي جاية تدرس هنا عن السكن الخارجي، وإزاي تحجز سكن طلبة. إحنا عملنا فيديو قبل كده هسيبه لكم في الوصف تحت. ياريت قبل ما نبدأ تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وإعجاب، ولو عندكم أي تعليق تكتبوه في التعليقات تحت أسفل الفيديو. اول حاجه احنا لو هنبدا هنا، بصوا المكان ده مخصص للعجل، انت بتركن العجله بتاعتك هنا، وفي هنا في مكان جرين اريا لو عايز تقعد تشرب قهوه تذاكر في شمس طالعه تقعد كده، ده براحتك برضو. يلا بينا ندخل جوه ونشوف ايه النظام جوه. Thank you.